بعد سلسلة اجتماعات لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير، أبلغ عباس رئيس لجنة الانتخابات التوجه إلى غزة والاتفاق مع حماس على آلية تنفيذ الانتخابات. دعوة الرئيس إلى الانتخابات دعوة جدية جدا، ونأمل من الإخوان في حركة حماس أن يلتقطوا هذه الفرصة التاريخية. الحكومة الفلسطينية بدأت التحضير ميدانيا مع الشرطة والمدارس للانتخابات، أما حركة حماس فتعتبر دعوة الرئيس للانتخابات دعوة خارج سياق الإجماع الوطني، وتشترط انتخابات شاملة وليس فقط تشريعية. من المؤسف جدا أن تأتي دعوة سيادة الرئيس خارج سياق التوافق الوطني، لأن هناك مرجعية وطنية فلسطينية جامعة وشاملة تمثل أمناء كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية العاملة في الساحة الفلسطينية. من أجل أن تنجح الانتخابات أنا أعتقد أنه ينبغي أن تسبقها وصول إلى شيء من التفاهم، إن لم نقل استعادة الوحدة كاملة وتحقيق المصالحة، على الأقل أن نصل إلى تفاهم معين حول آلية هذه الانتخابات، حول شموليتها. الانتخابات في القدس معضلة لا تقل صعوبة عن الانتخابات في غزة، فإسرائيل ترفض إجراءها فيها، والفلسطينيون لن يقدموا على انتخابات بدون القدس. الرغبة القوية والنوايا الصادقة غير كافية لإحداث انتخابات، فلا بد من اتفاق بين فتح وحماس، ولا بد من انتخابات في القدس حتى لا تتحول صناديق الاقتراع من وسيلة لتجديد الشرعية إلى وسيلة لهدمها نهائيا. عبد الحفيظ جعوان، الحدث، الأراضي الفلسطينية.